ولا بدي شي بعد إلا سبسكرايب قناتي بتصير وعد لما بحاكيك يا ويل عيوني كيف بتندهلك مثل المجنوني بتصير تقلك بقطبلك بس هالمرة بس لايك اند سبسكرايب. اوكي اهلا وسهلا. فيديو اليوم حيكون عن حياتي في الامارات. يا سلام. اذا ما شفتوا قصة حياتي الجزء الاول حياتي في السعودية والجزء الثاني, فيديو اليوم حيكون عن لما نقلت من السعودية للامارات وكيف كانت تجربتي, وراح اوريكم بعض الصور والفيديوهات. المهم خلينا نبدا القصه. اوكي فطبعا انا نقلت الى الشارقه وبديت دراستي في الجامعه الامريكيه في الشارقه. فطبعا الجامعه هذه مختلطه, وانا بالنسبه لي يعني سنوات من حياتي ما قد درست يعني فصلي في اولاد. فكان هذا شيء جديد علي, وكنت مرة خجولة مرة, خاصة من الأولاد. يعني إذا واحد كلمني كنت أحس أني لا أبغى أهرب, ما أدري وين أقدر أستحي مرة. بس أنا كنت يعني دائما أشوف أنه الأولاد يعني أنه هم يعني أعلى مننا أو أحسن مننا. لما رحت المدرسة اكتشفت أنه هم ما هم أذكى مننا. ليش؟ طول حياتي كنت أحس بأنهم أذكى وأنهم يعرفوا أحسن وأنهم يعرفوا أكثر. ما أدري ليش, ما أدري. السعودية يعني طريقة الحياة يعني بطريقة ما أعطتني فكرة أنه أنتي امرأة فأنتي أقل من الرجل, فأنتي لازم تسمعي كلام الرجل لأن الرجل هو يعرف أكثر. فطبعا لما رحت الجامعة ودرست فصلي في الأولاد اكتشفت انه في أولاد حتى يعني ما كانوا يعرفوا يجاوبوا بعض الأسئلة اللي انا كنت اقدر اجاوبها. يعني حسيت انه درجاتي كانت اعلى من بعض الشباب اللي فصلي. شفت انه هم يعني يزعلوا يحزنوا يضايقوا, يعني شفت المشاعر, شفت انهم عندهم مشاعر. اوكي في السعودية كثير يعني يغطوا مشاعرهم, ما في يعني ما في تعبير لمشاعرهم, يعني ما اشوفها في وجههم كثير. هذه بس يعني تجربتي انا. اوكي هذا اللي انا شفته, لكن انا متاكده يعني مليون بالمية انه في ناس انا يمكن بس ما قابلتهم, لانه طبعا نص حياتي كنت يعني في الغرفة محبوسة. فلما رحت هناك اكتشفت انه الاولاد يعني ما هم يعني أعلى مني, هم بشر زي عندهم مشاعر زي مشاعري. فبدأت يعني أنزلهم شوية, يعني أحطهم كذا, يعني كنت حطيتهم مرة فوق أنه هم شيء يعني مرة فوق, والحين أشوفهم كبشر زي زيك. يعني حرام يعني أحزن على نفسي أني يعني طول حياتي كذا, يعني كنت أحسب أتمنى أنه ولا بنت أحس كذا أنها أقل من أحد. المهم في الجامعة الشباب ما يطالعوا فيا. يعني نادرا, مو زي لما في السعودية. هذا شيء اكتشفته في السعودية, كنا دايما كذا يعني خايفين انه الشباب يلاحقوكي ويزعجونا ويرقموا طالعوا مرة يعني. بس في جامعتي في جامعة امريكية الشباب ما كانوا كذا ابدا. كنت مرة مستغربة, كنت امشي بدون عباية ارايح الفصلي واقول يعني واو ما في حد قاعد طالع. حسيت يعني براحة نفسي, يعني يا سلام ما في كذا, ما في رجال كذا يطالع فيا كأني يعني لحمة قاعدة تمشي يبوا يأكلوها. ما في كذا في الجامعة, فكان يعني شيء حلو. حسيت بحرية كثير, حسيت اني اقدر اكون نفسي واستمتع واتمشى في الجامعة وما في احد يعني كذا يزعجني, فهذا كان شيء حلو حبيت أضيفه. أوكي
فيعني صار يعني في عندي زملاء ويعني كان حلو انبسط وصار عندي صديقات وفصلي كانوا كلهم يعني أكثرهم بنات إماراتيات فما كنت أعرف حتى أفهم كلامهم بس مرة كنت متحمسة وأبغى أسوي صديقات ويعني ما تعرف لأي درجة أنا كنت مبسوطة أخيرا يعني صار عندي صديقات ونطلع ونتمشى وزي كذا عرفتوا. فالمهم فكنت أجلس معهم وأسمعهم يتكلموا في بعض الكلمات اللي اكتشفتها. مثلا مرة واحدة من صديقاتي قالت لي أخ ما قدرت أنام في الليل كويس لأني أكلت عيش كثير وأنا أقول إيش ليش يعني العيش ما خليك تنامي؟ ما قدرت أفهم لأنه إحنا عندنا عيش معناته خبز فكنت أحسب إنه هي أكلت خبز كثير وبعدين قالت لي لا يعني رز العيش معناته رز هذا كان شيء ضحك. وإيش كمان في كلمات يعني اللي تذكرها؟ بيزات يعني فلوس، أتكلم أرمس. إيش كمان؟ صديقات ربيعات صح؟ ربيعات المهم فتعلمت كثير كيف أتكلم إماراتي لأني يعني خلاص صرنا مرة صديقات ويا الله أحبهم مرة وحشوني كثير. إذا أنت جالسين تتفرج على الفيديو أحبكم وحشتوني مرة ومن قال رح أبكي. فكنت ساكنة في الدورم ساكنة الجامعة وكنت أروح عندهم في غرفتهم ونشغل أغاني ونرقص مع بعض وأنا يعني ما كنت أسمع عربي نادرا بس كنت أحب بس كذا أروح يعني وأنا بس ونتفرج أفلام ونسهر في الليل وحشوني كثير. فهذه كانت يعني من أحلى الذكريات فيا كانوا بنات يعني أخلاق وأناقة وكلاس. بعد كذا استويت وقابلت بعض البنات السعوديات وكمان هم كانوا طيبات ونتكلم نفس الطريقة ونفهم بعض على طول فكان حلو. ففي الويكند كانوا صديقات إماراتيات يروحوا عند أهلهم فيتركوا السكن الجامعة ويروحوا عند أهلهم. أنا ما كنت طبعا أهلي في السعودية يعني فما كان عندي أحد أقعد في الغرفة وأرسم وبينتينج ويعني كنت أنبسط. أحيانا طبعا أحس بالوحدة وإيش سبكي وما أدري أسوي بس أعرف إنه بعد يومين حيرجعوا البنات وحنرجع يعني نطلع مع بعض ونتمشى فا it's fine. وبعدين كمان قابلت صاحبات السعودية وصرنا يعني نجتمع مع بعض. بس بعدين قابلت شخص وهذا الإنسان يعني ما أدري شو أقول. كان كل شيء يعني مرة حلو في البداية طبعا بس بعدين صار في مشاكل ويعني حطني في مشاكل هالإنسان وسويت عليه فيديوز يمكن 4 فيديوهات لأن القصة كانت طويلة مرة. فإذا تبي تشوفوها تقدر تفرج عليها لكن هي بالإنجليزي. ما أعرف إذا ما تعرف إنجليزي يمكن يوم من الأيام أسويه بالعربي. باختصار يعني أنا بديت أحس بالطفش من الجامعة. بديت أحس إنه ماني يعني ما في حد قاعد يتحداني. I need challenge. بديت أطفش. الرسم يعني أحب الرسم بس خلاص يعني أرسم من يوم صغيرة ما في شيء جديد. بديت أطفش أبغى شيء جديد شيء كذا أتحمس لو عرفتوا حياتي بتصير ويري. سويت 2D animation oil painting I loved it. دروس اللي أخذتها حبيتها بس خلاص يعني بديت أحس إنه شيء تكرار كنت أبغى شيء جديد وأبغى يعني. وفي الحقيقة الشيء اللي أنا كنت أحبه من يوم وأنا صغيرة إني أغني.
صرت أفكر في أني أغني، وقلت خليني أجرب يعني شوي شوية، ولقيت الموقع هذا اسمه يوناو أني أطلع على فيديو لايف وأغني والناس يعلقوا. فسويت برودكاست وجاني يعني ردة فعل مرة إيجابية، كلهم كانوا يقولوا حلو يا سلامي سلامي. المهم فأنا يعني قررت إن الغناء هذا هو الشيء اللي أنا أبغى يعني أسويه، وقلت لصديقي قالوا إني أنا أبغى أغني، وقال لي راح أساعدك وراح أسافر معك أمريكا. فأعرف مرة جنان فكرة، بالنسبة لبنت طول حياتها كانت محبوسة في البيت، فكيفها يعني، فيعني خبرتي كانت مرة قليلة عن الحياة، فما كنت أعرف كيف أسوي يعني تذاكر، كيف أحجز حجوزات، أي هالأشياء ما كنت أعرف، فيزا ما أعرف. قال لي إنه هو بيروح معايا، لا تقلقي أنا راح أهتم بكل هالأشياء. فقلت أوكي حلو خلاص أجل يلا. فرحت الجامعة وسحبت، سحبت من الجامعة توقيع توقيع من هنا ومن هنا، وأشيل أشيائي ومن من السكن وكل شيء. المهم أنه باختصار أنه هذا الشخص خدعني وكذب علي. في الأخير طلع أنه ما كان يبي يروح أصلا معايا ولا شيء. فأنا يعني مرة انقهرت وتحطمت واتصدمت. الشخص اللي وثقت فيه أكثر من كل الناس في الدنيا يعني خداني. لو هو ما قال لي انه يبغى يروح معايا كنت حجلس في الجامعة، كنت حجلس اكمل دراستي. يعني هي ما كانت صح، ما كانت يعني حماس مرة، لكن ما كانت سيئة، كنت حجلس هناك. بس خلاص يعني ايش اسوي، يعني اتفشلت، يعني كيف ارجع الجامعة وايش اقول لهم وليش رحتي وليش رجعتي. فما عرف إيش أقول، ما عرفت إيش أرد على الناس، إيش أقول لهم قابلت واحد وخدعني، كيف أقول كذا يعني. خلاص أنا مرة حسيت إني غبية، حسيت يعني أنا خدعت. لما الواحد ينخدع أكيد أول فكرة حتيجي في باله إنه أنا غبي، كيف أنا خدعت. بس طبعا هذا الشيء ما هو صح، ما هو صحيح. إحنا ما إحنا غبية، احنا بس نتعلم، هذه هي الحياة، تجارب ودروس ونتعلم منها. قلت خلاص يعني خليني أبدأ يعني مرحلة جديدة، وكمان ما أبغى أرجع الجامعة وأتذكره، كل يعني ركن في ذيك الجامعة حيذكرني فيه وحتألم ولا حقدر، يعني كنت حبكي طول الوقت. ما أبغى أرجع ولا أبغى أي شيء يذكرني فيه، وحسيت أني حتى أبغى أطلع من الشارقة كله. فهذا اللي صار، رحت دبي. سمعت عن انه في جامعة تدرس 3D animation، فتحمست للموضوع، قلت اوكي شيء حلو شيء جديد. المهم فدخلت هذه الجامعة الجديدة ودرست 3D animation. اتذكر في البداية كنت مجروحة وحزينة، بس يلا اروح الجامعة شيء يعني على الاقل اتحمس له. فصلي يعني مرة صغير وكلنا يمكن 10 ولا 12 طالب، وكانوا كلهم أولاد، أنا كنت بنت الوحيدة. في دبي حياتي تغيرت بعد كذا، كنت في بداية حزينة وجالسة يعني أحاول أني أتأقلم مع يعني مدينة جديدة، يعني عرفت دبي غير، أخذ مني وقت أني أرجع لروحي المرحة فأخذ مني وقت أني أسترجع قوتي وثقتي في نفسي، لأني بعد ما خدعني ذاك الشخص يعني ثقتي في نفسي مرة كانت منهارة. لكن مع الوقت طبعا رجعت وبنيت ثقتي في نفسي مرة ثانية، وسويت أشياء
ما قد سويتها في حياتي. حسيت اني صرت مرة اكثر على حقيقتي لينا، بديت اغني واسجل اغاني في غرفتي، حسيت اكثر حرية، وحسيت اني سمحت لنفسي اني اعبر عن نفسي اكثر. اوكي، فحترك لكم باقي القصة في الفيديو الجاي واحكيكم عن حياتي في دبي. والله مرة متحمسة اسوي لكم الفيديو الثاني، متحمسة اقول لكم، لان دبي كانت من جد يعني مرة ممتعة، رحلة ممتعة. وبس، ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو وترقبوا الفيديو الجاي. لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب، وعندي باتريون اذا حبيت تدعموني، الرابط بالاسفل. شكرا كثير، باي. I think that's good. Did I finish it?